النهارده موجودين في محافظه البحيره، دي النقطه الاولى. احنا في مركز الحمديه النهارده، مدينه بدر، في محافظه بني سويف، في محافظه الاسماعيليه، في منطقه حدائق القبه. كتف كتفك ومفيش ولا فرصه نفوتها، والخير بينا وهيفضل جوانا انا وانت مع بعض. الدنيا بتتغير والخير لو من شافه صغير تصبح تلاقي في وقت قصير سايب ذكرى. نشكرهم على المبادره ديت، ويا ريت تبقي على طول معانا. لحمه 10 على 10 ومش موجوده بره. جربنا اللحمه واللحمه كويسه قريبه ب 185. جبناها ب 185 وحلوه، انا كنت بنشتريها ب 360 و380. لما 185 هنا يبقى فرق يعني 100 جنيه في الكيلو. في اقبال شديد عليها. في اقبال شديد. هي حياة كريمة، موفرنا كل حاجة فعلا يعني. كل صراحة أسعار كويسة، احنا جربنا اللحمة وخدنا منها برضو لحمة ممتازة جدا. أنا جيت هنا الساعة 11 ونص اتخدت لحمة لا يعلى عليها، ونشكر السيد الرئيس، شكرا شكرا شكرا. لحمة جميلة والله، تحيا مصر تحيا مصر. خير كل المصرية وكنت فيه.